أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بتوقيت المهرة، نستعرض ونناقش فيها الأحداث والتطورات والمستجدات في محافظة المهرة. نسلط الضوء في هذه الحلقة على انقطاع الكهرباء وتحرك الانتقالي وتحركات الانتقالية الأخيرة في المهرة وملفات أخرى. أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر محلية عن انقطاع التيار الكهربائي في عموم محافظة المهرة بعد توقف محطات توليد الطاقة عن العمل. وقال وكيل المهرة لشؤون الشباب بدر كرشات إن انقطاع التيار الكهربائي في مديريات المحافظة سببه نفاذ مادة الديزل من خزانات مؤسسة الكهرباء. وأوضح كرشات أن شركة النفط في المهرة تنصلت من تعهدها بتزويد محطات الكهرباء بالديزل ورفض توجيهات السلطة المحلية بتزويد محطات الكهرباء العاملة، مشيرا إلى أن الديزل متوفر في منشآت الشركة في ميناء نشطون. أقر المكتب التنفيذي بمحافظة المهرة تشكيل لجنة للاطلاع على مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة وسرعة وضع الحلول والمعالجات المناسبة لها. وخلال اجتماعه الختامي للعام 2023 أكد المكتب التنفيذي في المهرة اهتمام السلطة المحلية بالكهرباء وتحسين مستوى الخدمة، وشدد على سرعة إصلاح أي خلل فني أو هندسي واتخاذ الإجراءات اللازمة. توفي 3 أشخاص وأصيب آخرين في انفجار بمحطة تابعة لشركة النفط بمديرية قشن في محافظة المهرة. وأفاد مراسل المهرية بوقوع انفجار عنيف جراء احتراق محطة شركة النفط بمديرية قشن في محافظة المهرة، فيما لم تتضح نتائجه بعد. من جانبها نعت السلطة المحلية في مديرية قشن 3 أشخاص إثر الحريق الهائل الذي نشب في فرع محطة شركة النفط اليمنية في قشن وهز جميع أرجاء المدينة. كما عزت السلطة المحلية في قشن قيادة شركة النفط بمحافظة المهرة وجميع موظفي ومنتسبي الشركة في وفاة المواطنين إثر الحريق. وأشادت السلطة بأدوار المواطنين المتوفين وعطائهم المستمر، واعتبرتهم من الرجال المخلصين الذين ستفتقدهم البلاد. تواصل ميليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا استقطاب الشخصيات الموالية لها في المهرة بهدف التغلغل في المحافظة، ويظهر ذلك من خلال لقاء جمع الزعيم الانتقالي عيدروس الزبيدي بوفد من انتقالي المهرة في مدينة عدن، حيث حاول الزبيدي دفع أبناء المهرة إلى المشاركة في بناء ما يسمى الدولة الجنوبية. الجدير بالذكر أن الانتقالي يسعى لتكرار فشله السابق في المحافظات الخاضعة له والتي تعاني من الفوضى وغياب الخدمات وانتشار الجرائم. من جديد يعود الانتقالي محاولا زرع الفتنة والتفرقة بين أبناء المهرة من خلال إنشاء كيان تحت اسم اتحاد شباب الغد، إشراف مباشر من القيادي في المجلس راجح باكري. نتابع. اتحاد شباب الغد كيان جديد تابع للانتقالي في المهرة ومعبر عن أجندة الميليشيا في المحافظة. الكيان أنشأه محافظ المهرة السابق راجح باكريت، الذي بات أحد قيادات الانتقالي ويشغل عضو رئاسة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، ويسعى من خلال هذا الكيان لاستغلال الناس والتغلغل في أوساط المجتمع لفرض أجندة الإمارات. يهدف الاتحاد التابع للانتقالي لاستمالة شباب المهرة وتشتيتهم بمشاريع تدعمها أبو ظبي وتمثيل أجندة الإمارات، متذرعا بيافطات المشاريع الإنسانية والمجتمعية، بينما يضمر الكيان مؤامرات تهدف إلى تفكيك نسيج المجتمع الرافض لكل مشاريع الفوضى.
يعد الاتحاد استنساخاً موازياً للمكونات التي تدعمها أبوظبي في المحافظات الجنوبية والشرقية، سعياً منها لنشر الفوضى والصراع بين أبناء المجتمع الواحد. من خلال متابعة الأنشطة والفعاليات التي يمارسها المكون، يظهر التحريض الواضح على السلطة المحلية من خلال حشد المقاولين للتظاهر ضد السلطة المحلية تحت مبرر المطالبة بمستحقات وعدهم بها راجح باكريت، وهو السبب ذاته الذي أطاح به بعد أن أرهق كاهل الدولة بالديون. يعتمد الاتحاد في تنفيذ أنشطته المشبوهة والهادفة إلى نشر التفرقة في المهرة على الدعم الذي تقدمه أبوظبي لراجح باكريت المشرف المباشر على الاتحاد. ورغم تعدد المسميات في كل محافظة يوجد فيها الانتقالي، إلا أنه لا يخفي هدفه في زعزعة الهدوء والاستقرار الذي تنعم به المهرة، والتي تقيم فيها لجنة الاعتصام فعاليات تهدف لزيادة الوعي الشعبي بتلك المشاريع الهدامة والتي لا يجني منها المجتمع سوى الفوضى والاقتتال. في سياق آخر، أكد الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام السلمي في المهرة علي مبارك محامد أن السعودية تسعى للاستحواذ على الموروث الثقافي والتنوع اللغوي الذي تمتلكه المهرة بعد أن احتلت الأرض. وأفاد محامد في تغريدة على منصة إكس أن السعودية تعمل على تجريف التراث المهري ونسبته إليها بما يخالف التاريخ والجغرافيا والقوانين المتعارف عليها. وأشار ناطق الاعتصام أن السعودية وتحت لافتة المؤتمرات العلمية تعمل على الوصول والسيطرة على أبناء محافظة المهرة عبر تراثهم ولغة أسلافهم، محذرا من كل محاولات العبث بتاريخ المهرة وتراثها العريق. إذن بالعودة للحديث عن تحركات انتقالية الأخيرة في المهرة، ينضم إلينا عبر الهاتف القيادي في لجنة الاعتصام السلمي في المهرة سميح الوضاحي. أهلا بكم معنا سميح، كيف تقرؤون تحركات الانتقالية الأخيرة في المهرة وتأسيس اتحاد شباب الغد التابع لراجح باكريت؟ أولا نشكركم على إتاحة لنا هذه الفرصة. أهلا بك وحياكم الله وحيا جميع مستمعين قناة المقرة. وحول هذا الموضوع الانتقالي، هذا المكون لا يحظى بأي تأييد ولا بأي التفاف خاصة في محافظة المهرة، فأبناء محافظة المهرة الجميع يعلمون بأن المكون أو هذا الانتقالي وتحركاته ليس لهم أي وجود يعني يذكر على ساحة المهرية. فهذا الموضوع المكونات او الوقود الانتقالي ما هي الا تتبع اجندات خارجيه للعبث بالامن واستقرار اليمن خاصه، والمهرة فجميع ما يقوم به من اعمال او جميع ما يقوم به من مكونات كلها مرفوضه في الساحه المهريه، وابناء المهرة يرفضون كل هذه التحركات لانها لا تخدم لا مصلحه المهره ولا مصلحه اليمن، بل تخدم أجندة دول أغلبية، هذه دول مكشوفة ومعروفة للجميع. نعم، إذا ما هي تحركاتكم في لجنة الاعتصام السلمي تجاه كل ما يحدث؟ لجنة الاعتصام السلمي بأهدافها وبجميع كوانها تقف وقفة كالجبل سامقة أمام كل من تسول له نفسه، سواء كان مكون أو كان فرد يحاول أن يعبث بهذه المحافظة أو يحاول أن يمس بأمن واستقرار محافظة المهرة، فلجنة الاعتصام سوف تتصدى لكل هذه الأجندات وتتصدى لكل هذه المكونات التي هي من الخارج بالريموت والكنترول، وليس لها أي يعني برامج وليس لها أي أنظمة، بل بعض المكونات التي كونوها ولدت ميتة وستبقى ميتة وستنتقل قريبا الى المكونات الميته التي ليس لها اي تاثير في المجتمع المهري. نعم، اذا برايكم هل سينجح الانتقالي في زعزعه امن المهره والوصول الى ماربه في المهر؟ الانتقالي لن ينجح، كما فشل في عدن سيفشل في جميع المحافظات، فشل في عدن، فشل في سقوة، فشل يعني هذا المكون كما وصف احد قادتنا يعني
للمخططات اللي بتنفيذ مخططات فقط، ما هم الا كشرطي الذي ينفذ اوامر سيده. فليس لهم اي، لن يؤثروا لا باليمن وساء هذا الكلام لن يؤثروا في المناطق الجنوبيه عامه، بل في حضرموت في جميع المناطق المرفوضيه رفضا قاطع من الشعب، حتى في عدن، حتى في شبوه، في جميع، في ابين، حتى في الضالع نفسها، ناس عرفت هذا المكون، انكشف انكشاف امام الجنوبيين خاصه وامام اليمنيين عامه، ما هو الا يعمل لاجنده لدول اخرى، وقادته معروفين، ليس لهم اي هم الا انهم يعملوا لصالح اجندات خارجيه، وهذه الاجندات الخارجيه سوف مثل ما فشلت في عدن، ومثل ما فشلت في صنعاء، ومثل ما فشلت في جميع المحافظات، نعم، ستفشل في المارة، وتفشل في حضرموت، وتفشل في جميع، نعم، المحافظات الجنوبية والشرقية. إذن كان معنا عبر الهاتف القيادي في لجنة الاعتصام السلمي سميح الوضاحي، شكرا جزيلا لك. شهدت مدينة الغيضة في المهرة تجمعا جماهيريا حاشدا للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وجميع الأراضي الفلسطينية. وأكد بيان الفعالية الجماهيرية موقف أبناء المهرة المساند للمقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وبناء دولته المستقلة، إلى جانب تنديدهم بجرائم الاحتلال المتواصلة في غزة والضفة الغربية. واستنكر المشاركون في الفعالية استمرار جرائم الاحتلال والموقف الدولي المنحاز للكيان الصهيوني في ظل عجز الدول العربية عن اتخاذ مواقف ترقى لحجم المعركة ومستوى الانتهاكات الإسرائيلية. نظمت جامعة المهرة مؤتمرا صحفيا لإعلان المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان التعليم والتنمية المستدامة، المقرر انطلاقه خلال الفترة من 27 إلى 28 من أكتوبر من العام 2024. وقال رئيس جامعة المهرة أنور كرشات إن أهمية المؤتمر العلمي تتمثل في تحقيق أهداف الجامعة العامة، لافتا إلى أن المؤتمر هو الأول من نوعه الذي يقام في المحافظة تحت مظلة جامعة المهرة وبمشاركة جامعات دولية. من جانبه جدد الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر دعم السلطة المحلية بالمحافظة وتقديم التسهيلات الممكنة للمؤتمر العلمي، مؤكدا أن التعليم هو مفتاح التنمية ونهضة الشعوب. أتلف مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة أكثر من 19 طنا من المشروبات تم ضبطها من قبل جمارك ميناء نشطون، وأتلفت الكمية بحضور اللجنة المشكلة من الجمارك والنيابة العامة والأشغال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والشؤون القانونية. وقال مدير حماية المستهلك في مكتب الصناعة والتجارة في المهرة شكري الأسد إن المكتب مستمر في حملاته الميدانية وبإشراف مباشر من قبل المدير العام للصناعة والتجارة عبد الله خودم، وبدعم مباشر من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. محافظ محافظة المهرة رقم 5 لسنة 2022 بشان تشكيل لجنة من المكاتب التالية: المكتب الصناعة والتجارة رئيس اللجنة، بالإضافة إلى عضوية الإخوة في مكتب الأشغال العامة والطرق والمكتب الشؤون القانونية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالإضافة إلى الجمارك نشطن وميناء إدارة ميناء نشطن، وكذلك نيابة الغيضة الابتدائية. نتلف هذا اليوم عدد كبير من مشروب الطاقة في تائين سي الياباني المنشأ، والبالغة عددها 3283 كرتون، كانت قد تم ضبطها سبق وتم ضبطها في جمارك نشطن، وكانت محرزة لديهم في مخازنهم، ونحن اليوم نقوم بإتلافها في مقلب المخصص لمثل إتلاف هذه المواد الفاسدة منتهية الصلاحية. تمكنت نقطة الدمخ في مديرية المسيرة بمحافظة المهرة من ضبط شخص وبحوزته كمية من مادة الشفو المخدر. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ
أفاد مصدر مسؤول في نقطة الدمخ المحاذية لمحافظة حضرموت بأن العملية جاءت إثر اشتباه في شخص يتنقل مرارا بين محافظتي المهرة وحضرموت، وأثناء مروره من النقطة تم تفتيش مركبته بدقة ليتبين وجود مخبأ بالمركبة وبداخله كمية من مادة الشبو المخدر تقدر ب 700 جرام من المخدرات. بحث نائب المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة في المهرة عادل رزق خادم مع رئيس فرع اتحاد الإعلام الرياضي مراد العوبثاني برنامج العام الجديد 2024. وخلال اللقاء الذي تم في مكتب الشباب والرياضة بديوان المحافظة أكد خادم ضرورة بذل الجهد لتطوير جانب الإعلام الرياضي بالمهرة نظرا لأهميته في إظهار الرياضة المهرية، مشيدا بما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية منذ تأسيس الفرع. من جهته ثمن رئيس اتحاد الإعلام الرياضي متابعة قيادة مكتب الوزارة لجميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها الاتحاد، مشيرا إلى أهمية التنسيق فيما بين الاتحاد وبقية الاتحادات والأندية الرياضية بالمحافظة لتسهيل الخطط والبرامج القادمة. بهذا القدر نكون قد استعرضنا معكم أبرز أحداث هذا الأسبوع من بوابة اليمن الشرقية محافظة المهرة. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت المهرة في أمان الله.